السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بيني سهل جدا في التحضير، كيجي رطب منفوخ وخاوي من الوسط، والاهم هو انه بمقادير اللي جد اقتصاديه. فتفضلوا معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال البيني، غادي نحتاج جوج كيسان ونص ديال الدقيق، عندي جوج معالق كبارين ونص ديال زيت المائده، عندي هنا الماء دافي، انا هنا عبر كاس ونص ديال الماء دافي، وغادي نشوفوا الكميه ديال الماء اللي غادي تدخل لنا في العجينه. عندي معلقه كبيره عامره ديال السكر، معلقه مقببه، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ممسوحه ديال الخميره ديال الحلويات، شويه ديال الملحه، واحد راس معلقه ديال الملحه، وعندي نص معلقه صغيره ديال الفاني. انا هنا عندي فاني غبره، تقدروا تعوضوها بمعلقه صغيره ديال الفاني. فنبداو على بركه الله. هنا خديت اناء غادي نوضع فيه هاد المكونات كامله، معلقه صغيره ديال خميره ديال الخبز، معلقه عامره ديال السكر، معلقه ممسوحه ديال خميره الحلويات، حبه ديال الملحه، نص معلقه ديال الفاني. غادي نضيف شويه ديال الماء، غير نصف الكميه ديال الماء، وغادي نحرك واحد شويه هاد الخميره مع هاد السكر وهاد المكونات، غير باش تذوب لينا واحد شويه هاد الخميره. غادي نضيف الزيت، جوج معالق كبارين ونص ديال الزيت، وغادي نضيف الكاس الاول ديال الدقيق طحين. انا هنا عندي مغربل، في الاول غادي نخلط غير بالخلاط اليدوي. غنضيف الكاس الثاني، نص كاس اخر، ودابا غادي نجمع بالماء. الماء حتى هو غادي نضيفه بالتدريج، غنخلط واحد شويه. دابا غنزول هاد الفوي وغادي نخدم بيدي. بالنسبه للعجينه هاد البيني، كتكون واحد العجينه اللي رطبه ولينه وما كتكونش جاريه، فهاد العجينه ما غادي ندلكوهاش، غير غادي نجمعوها وصافي، ما غادي نطوهاش الجهد. فبالنسبه للقوام ديال العجينه فهو هذا، كتكون واحد العجينه رطبه كما كتشوفوا مرخوفه وشويه كتلصق في اليد. فبالنسبه للعجينه بارك عليها، غير غادي نجمعها ما غادي نعجناش. دابا غادي نغطيها وغادي نخلي هذه العجينه ترتاح لمده 10 دقائق، ما غادي نزيدش على 10 دقائق، غير ترتاح باش تعطينا الطوع على اننا نطلقوها. فغادي نخلي هذه العجينه ترتاح ومن بعد ان شاء الله ندوزو نكملو. من بعد ما ارتاحت العجينه 10 ديال الدقائق، دابا غادي ندوزو باش نطلقوها. هنا غادي نستعين بشويه ديال الدقيق باش نطلقوا العجينه. دابا غادي نشكلوا العجينه على شكل كره. بالنسبه للقوام ديالها فهو هذا، قوام كيكون رطب. العجينه كتكون فحال الشكل ديال البريوش، عجينه رطبه باش كيجي البيني ناجح على هذا الشكل هذا. ودائما كنستعين بالدقيق، وغادي ندوز نطلق العجينه. غادي نسرح العجينه ودائما كنرش الدقيق من التحت هكذا باش ما كتلصقناش العجينه. كما كتشوفوا العجينه رطبه، صافي غنمشي مع العجينه حتى نطلقها، وما غنطلقاش رقيقه، غنخلي العجينه شويه غليظه، السمك ديال واحد سنتيم هكذا. هذا هو السمك ديالها، كنخليو العجينه واحد شويه غليظه. دابا هنا غادي ندوز، غادي ناخذ كاس، غادي نقطع به. ثم قطعوا البيني ديالكم القياس اللي بغيتوا، اما تقطعوا البيني حبات كبار او صغار. وبالنسبه لهذا الفائض ديال العجين غادي نجمعوا، كما كتشوفوا كيتجمع بسهوله، وغادي نعاود نشكلو على شكل كره، وغادي نخليه يرتاح واحد شويه، وغادي نعاود نطلقو. والبيني ديالنا هو هذا، هذا هو السمك ديالو. دابا غادي ندوز، غادي نحطو في صينيه. انا هنا خديت صينيه فرشتها بورق ديال الزبده، غادي نحط فيها هاد البيني. وبالنسبه للعجينه اللي كانت تبقات غادي نعاود نطلقها بنفس الطريقه باستعانه بشويه ديال الدقيق. غادي ناخذ عاوتاني الكاس وغادي نقطع.
فمن بعد ما انتهيت من تشكيل الحبات ديال البيني دابا غادي ناخذ فوطه وغادي نغطيهم وغادي نخليهم يخمروا حتى يتضاعف الحجم ديالهم. فمن بعد ما خمر لينا البيني وتضاعف الحجم ديالو دابا غادي ندوزو على بركه الله باش نطيبوه. بالنسبه للطياب ديال البيني انا هنا خديت مقله وضعت فيها كميه ديال الزيت. بالنسبه للزيت ما تكونش كميه قليله، على الاقل البيني يضربوا الزيت من الوسط، والزيت ضروري يكون سخون واحد شويه. ودابا غادي نبدا على بركه الله نطيب البيني، ما غادي نعمرش المقله بزاف باش نتحكم في الطياب ديال البيني. ملي كنحطوا البيني فوق ورق ديال الفرن كينقلعنا بسهوله، ما كنتعذبوش معاه. وغادي ناخذ معلقه وغادي نبقى نرش الزيت فوق البيني بهذه الطريقه هذه، وانا رده معاهم البال باش ما يتحرقوليش من الاسفل. كيف ما كتشوفوا تبارك الله البيني كيتنفخ، فضروري البيني خصو يتنفخ هكذا باش كيجي مفروق من الداخل، ما كيجيش عجينه. صافي غادي نمشي بالطياب بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه للزيت كما قلت لكم ضروري خصها تكون واحد الكميه اللي معقوله ديال الزيت، ما يكونش غير شويه باش البيني كيطيب مزيان. والبيني حاولوا ما تثقبوش ملي تكونوا كطيبوه، من الاحسن تستعملوا معلقه ما تستعملوش فرشيطه باش ما يتثقبش. والزيت ملي تحسوا بها سخنات مزيان نقصوا عليها باش ما يتخطف لكمش البيني ويبقى خضر من الوسط. فكتشوفوا تبارك الله كيف كيتنفخ. انا غادي نمشي بهذه الطريقه هذه. والحبه اللي طابت لي ديال البيني غادي نهزها وغادي نوضعها في الطبسيل اللي فرشته بورق النشاف. كما كتشوفوا ها هو الشكل ديالو كيجي تبارك الله منفوخ وناجح. فانا غادي نستمر بهذه الطريقه. واذا خرجتوا البيني يغلب عليكم في الطياب نقصوا شويه من البوطه ملي سخون الزيت. والمقله من الاحسن ما تعمروهاش بزاف هكذا باش كتحكموا في البيني ديالكم. كما كتشوفوا تبارك الله غير كنحطوهم في المقله كيتنفخوا. ومن بعد ما كنطيبوا البيني وهو باقي سخون، فها هو الشكل ديالو كيجي تبارك الله منفوخ. غادي ندوزو في السكر. بالنسبه اللي غادي يبغي يدوزو في السكر يدوزو هو باقي سخون باش يقبض فيه السكر، ما تخليهوش حتى يبرد، حيت اذا برد لكم البيني ما غادي يبغيش يلصق فيه السكر. فانا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى ندوز فيه السكر كامل. وهذا هو البيني ديالي بعد ما طاب. كيجي صراحه واحد البيني اللي غزال رطب وخاوي من الوسط. انا فتحت لكم وحده تشوفوا الشكل ديالها كتجي خاويه. فنقدموه للكوتي مع واحد الكويس ديال اتاي، او ايضا نحضروه للفطور. كما لاحظتوا معايا ما كيستغرقش وقت في التحضير. فكان هذا هو الاقتراح ديال اليوم، كنتمنى على انه ينال الاستحسان ديالكم. فاذا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش بلايك، كذلك اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنسوا تشتركوا فيها، اي بالضغط على الزر الاحمر صابوني، وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديال القناه. شكرا والى اللقاء.